شهور متتالية من تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وحالة الوباء باتت ذات أثر واضح على الحالة الاقتصادية، تخللها ارتفاع في أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق المحلية ضمن مطالبات بضرورة تقليل الأيدي الوسيطة بين المزارع والمستهلك. من ثلاث شهور وجاي مع الجائحة يعني استغل بعض المحتكرين القضايا، حاجة الناس للبندورة والبطاطا والجزر والبصل، استغلوا وصاروا يستوردوا وبعدين يفرضوا على المولات الكبيرة بدون ذكر أسماء أسعار اللي بدهم إياها، النص لك والنص إلي. وبالتالي يعني أنا بعتقد أنه سعر أي سلعة اللي ما بيقدر عليه المواطن يقاطعه ما يشتريهوش. محاولات لتقديم أسعار قد تبدو معقولة للمستهلك، إلا أنها مقارنة مع ضعف القدرة الشرائية لا تزال مرتفعة بحسب مواطنين. ويؤكد عدد من التجار أن ارتفاع الأسعار من الأسواق المركزية حسب توفر كميات أو عدم توفرها، والوسطاء الزراعيون وأسعارهم هم الأساس في ظل ضرورة بتدخلات حاسمة من الجهات المعنية. الدنيا بلشت تشتي شوي، صار كيلو البندورة بدينار، هاي كل سنة بصير هذا الموضوع، لازم يكون في رقابة أكثر، الناس ما حتاكل تعبانة، احنا بجائحة كورونا. الواحد عم بيطلع بيعمل حسابه انه يجيب مثلا عدة مواد ومتشوف يعني متفاجئ بصراحة بالأسعار، يعني عم تعلى كل يوم أكثر كل يوم أكثر، يعني كل يوم بتروح تتفاجئ انه السعر تغير. المزارعين والموردين بيرفعوا الأسعار بسعر خيالي، واحنا مش عارفين لا نبيع ولا عارفين نشتري بصراحة، لأنه احنا يعني عندنا الزباين بتيجي وبتقول الأسعار والأسعار، بنقول لهم والله يا عمي مش منا، الأسعار من نفس التجار المزارعين هم اللي بيرفعوا الأسعار. طمأنة مستمرة من بداية جائحة كورونا بتوفر السلع الغذائية والخضار والفاكهة في الأسواق، علاوة على تأمين وحدات الإنتاج ومسالك التوزيع. لكن مع انتشار شائعات عن فرض حظر تجول شامل، زاد التخوفات من خلق اختلال في الأسواق. بين تهافت المواطنين على الأسواق قبيل أيام الحظر الشامل في نهاية كل أسبوع وضعف القدرة الشرائية لعدد كبير من المواطنين، تبقى المطالبات مستمرة بضرورة إنشاء غرفة طوارئ لمراقبة الأسواق من أي نقص في الكميات المعروضة أو أي رفع لأسعار السلع. غيداء باكير، المملكة، عمان.